اتفضل استاذ علي. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. ما هو سؤالك يا شيخنا؟ سؤالنا يا شيخنا وهو: بماذا استفادت الأمة من عصمة الأئمة؟ نعم، جوابنا لئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله. الله أكبر، حي حي حي. طب واحنا دلوقتي بقى لنا 1300 او 1300 سنة، استفدنا ايه؟ نعم، ها استفدنا ايه؟ إما معصومين يا عم، لا اما معصومين، استفدنا ايه احنا؟ ها اصل اما معصومين، استفدنا ايه؟ حفظوا لنا الدين. يعني هو بدون معلش، بدون الامام لا يحفظ الدين؟ لا يحفظ الدين. طب ما هو الامام مش موجود، اسمعني بس، ما هو المهدي مش موجود يبقى الدين مش محفوظ. بوم، الامام المهدي موجود. موجود فين؟ حفظ لنا الدين في، حفظ لنا الدين في انه ثلاجه. معلش، حفظ لنا الدين في انه ثلاجه، ازاي حفظه؟ هيعلى صوته دلوقتي وهيتكعبل. انلزمكموها يا عم، انت بتجيب ايات في غير موضوعها اساسا يا استاذ. بقى لنا دلوقتي واقعا، انتم لا تريدون يا عم واقعا، اسمعني بس، احنا ما نريد، انت تريد يا عم، سيبك من السنه دي، الناس وحشين، انت تريد الان. الان انا سالتك سؤال: كيف حفظ لنا المهدي الدين؟ تفضل. قلت لك حفظه الله عز وجل بوجود ائمه معصومين. يا عم سيبك من ائمه دلوقتي، ال 11، احنا بنتكلم على 1300 سنه. لا، يعني قرون. انت الا 1300 ألا سنه، كيف حفظ لنا الدين؟ كيف حفظ لنا الدين؟ الا نعم، لم يحفظ الدين لان المسلمين الحمد لله. يلا يلا يا عم، ضعفاء. يا عم روح يا عم، ما تلبسهاش في المسلمين يا عم، يا عم ما تلبسهاش في المسلمين يا عم، ما تلبسهاش في المسلمين. انتوا مش مسلمين، كان خرج لكم اهو، انتوا دلوقتي بقيتوا ملايين، كان خرج لكم وكنت حميتوه. ده انتوا نفسكم بتقولوا ان هو محتاج ل 313 وانتوا ملايين، يعني انتوا في الاخر شويه منافقين ما كملتوا العدد اللي من خلاله يظهر. الا الحماقه اعيت من يداويها، الا الحماقه اعيت من يداويها، يلزقها في المسلمين. انا نفسي اعرف، هو النبي الله عز وجل عندما يرسل نبي او يرسل رسول، ده بكيف الناس؟ يعني لو الناس مش عايزينه ما يرسلهوش؟ طب ما كان كفار قريش مش عايزين النبي، ومع ذلك النبي نزل ما بين كفار، هل ما يرسلهوش يخبيه؟ عمرها ما حصلت قبل كده، عمرها ما حصلت. ده كل الانبياء والمرسلين نزلوا لتصويب الناس، نزلوا بين اهل الكفر لنقلهم من الكفر الى الايمان. مفيش رسول ولا نبي الله عز وجل خباه 1300 سنه ولا حتى 100 سنه ولا حتى 50 سنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطهد في مكه انتقل الى المدينه. سيدنا موسى لما خرج لمدين